بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس بشير متولي. اليوم حاعطي محاضرة عن أساسيات الإيكو. شو هي الإيكو؟ شلون بلش؟ يعني لمز يعني نفس اللي خدوه اليوم يعني امبارح واليوم، بس يعني بشكل آخر خلينا نقول بعض اللي، وإذا عندكم أسئلة دغري فينا يعني هو حتكون في تفاعل شوي المحاضرة إن شاء الله. أول شيء نتأكد نحن إنه أنتم فايقين معنا ولا عسانين؟ نص هلا عطولي نص نص. لا شوف ريلي سؤال، والله بعد إذنك ريلي سؤال. طيب إذا جاوزت الشخص الأخير؟ قبل الأخير. إذا جاوزت الأخير بصير قبل الأخير. شو رأيكم؟ شو رأيك؟ هلا قبل الأخير، مين بيقول قبل الأخير يرفع إيده؟ بس اللي بيقول قبل الأخير يرفع إيده. قبل الأخير. حضرتك. قبل أخي دكتور تسلم عظم طيب. قبل أخي شلون رمي هو كنت بعده طيب الجواب ما في. شو يعني ترتيب قبل الأخي؟ ما في شلون إنه أنت مخطئ، لأنه هو ما في شيء اسمه جاوزي الأخير. إذا أنت جاوزت أخي معناته أنت الأخير، فما في شيء تجاوز حاله واحد شلون. بس انا ليش عم بعمل هي المحاضره يعني هي الشغلتين، بس انه يعني نحن صحصح معي لو في كلماتك ضمن المحاضره انا بحطها غلط. طبعا المحاضره تبعي في شغلات خطا انا بحطها هلا لاحقا عشان تكون صحيان، كل صحيانين معنا يا صحيانين معنا يا صحيانين على مستوى هيك صحيح. بعد الكورس لازم يعني. طيب هلا نحن عنا اجهزة تصوير. شو احنا شو يعني اجهزه تصوير؟ يعني احنا هلا اليوم نحن المعنوان المحاضره اجهزه التصوير الامواج فوق صوتيه او الايكو. شو يعني تصوير؟ شو يعني جهاز تصوير؟ تسجيل حدث بالصوره. يعني قربتي. شو حد عنده راي ثاني؟ اخذ لقطه بزمن معين لشيء يعني انعكاس مثلا حاجه زي انعكاس ضوئي. هيك اطباء بحبوا يعقدوا. تصوير شو بيساوي؟ صوره بس. اي جهاز بيعطي صوره هو جهاز تصوير بس ما بدنا شيء. عارف شو بتقول؟ انا يعني مشاوت انا اقول جهاز تبعي ايكو جهاز تصوير معناته لازم يعطيني صوره. ما بيعطيني صوره معناته جهاز بالتصوير. اوكي هي خلصنا منها. مين اول من اخترع اول جهاز تصوير؟ انا. حاج متولي. مين اول جهاز تصوير؟ يعني خلينا نشوف الثقافه تبعك. ابن الهيثم. والله مو بالهيثم ولا الرازي؟ لا اكيد الرازي. ابن النفيس اكيد الرازي. اسماء مدارس سوريا. شوف ابن النفيس، ابن الرازي، ابن الهيثم. ممكن. أول واحد من هيثم كان يسموها قمرة. تمام. ومنها قالوا له كلمة كاميرا بعض الأقاويل قمرة. طب ليش جاي كلمة قمرة؟ قمرة هي الغرفة المظلمة. تمام. فهو كان قاعد بغرفة مظلمة فيها ثقب، تفاجأ إنه صورة الجامع اللي برا طالع عنده بالبيت بالغرفة. فشلون طلع هي؟ عجت في جامع طلع لبرا لقى في جامع، فطلع معناته في صورة عم تنتقل. انعكاس تبعه. فمن هون بدأ شو وين تعلم؟ والله ما سألته. وين تعلم؟ قمرة تبعه. لا تعلم جامعة الإمام جعفر الصادق، فكان معلمه الإمام جعفر الصادق. تمام. ما عرفت الفكرة. المهم طيب شو النتائج العملية جهاز تصوير؟ الصورة. طيب شو أمثلة على جهاز التصوير؟ شو بتعطونا أمثلة على جهاز التصوير؟ طبقي برا غير ايكو. مين عنده امثله على جهاز التصوير؟ بانوراما سيري
هي اجوبه الاطباء دائما بس اي واحد جهاز تصوير شو بيقول لك كاميرا تمام موبايل فموبايل تمام فكل شيء احاول انبسطها شلون فما مشان ما صعب فجهاز طبخي محوري الرنين الايكو جهاز تنظير هضمي اشعاعي طيب طب ليش نحن بدنا اجهزه تصوير مختلفه يعني ليش انا بدي ايكو مرنان طبقي يعني خلاص ايكو بكفي بلا ما له طعم المرنان او لا اقول لك مرنان حلو غالي خلاص بيستغني عن كل الاجهزه الباقيه كل جهاز له دوره شو يعني كل جهاز له دوره يعني في جهاز أنت شغلت طلع منيح جهاز العرض بطلع فوله تمام كمان سهولة التعامل معه كمان يعني ممكن يكون فيها نفس الخطوة هذه سهولة التعامل معه أفضل أو كلفته أو ممكن أنا ممكن بدي حاجة مرضية معينة بطلع بجهاز السهل حال بخلي حياتي مالية الصعب أصعب الأجهزة طبعا طيب حنقول مثلا إنه في كل جهاز في عندنا فكرة إنه هي في طاقة بأي جهاز في طاقة هلا أمواج فوق صوتية في طاقة أمواج فوق صوتية المرنات شو بتكون أمواج كهربائية تمام بسموها أمواج كهربائية هاي الأمواج كهربائية تختلف عن أمواج الأمواج فوق صوتية ليش لأنه الأمواج فوق صوتية هي تعتبر أمواج ميكانيكية تتطلب وسط لحتى تنتقل أما أمواج كهربائية لا تتطلب وسط حتى تنتقل يعني هلا الكاميرا أنا بدي أصور كاميرا صور صورة بكاميرا تبعي أنا بعتمد على الضوء فأنا ما بدي وسط يعني أنا لو كنت بالخلاء لو كنت بالفضاء لو هي بقدر أصور بالكاميرا تبعي وما بيلزمني أي ضغط أما إذا بدي أقول صوتي بدي أحكي لازم يكون في عندي خلاء في عندي وسط ناقل طيب هلا شو نقدر نقرب بين الكاميرا والمرنان كأمواج يعني استخدام أمواج بيختلفوا عن بعض المرنان والكاميرا كاميرا عادية طبعا موبايل أو خلينا نقول الإكس راي والمرنان بيختلفوا عن بعض كأمواج بيختلفوا المرنان عن الإكس راي لا 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 بس انا احكي عم بحكي لا بس كطبيعه كطبيعه تنتين كمواش كهربائيه برايك يعني اثنين نفس الشيء يعني مرنان مثل هي مثل الكاميرا كمان الكاميرا كمواش كهربائيه لك ضوئيه كهربائيه تي كلها مواش كهربائيه كلها بس طاقه طبعا تمام بس انا عم بحكي على الطبيعه الطبيعه معناتها كلياته إذا موبايل إذا كان إذا كاميرا إذا هي كلها أمواج كهربائية فعنا هلا إحنا دائما في عنا إذا نسيجين بيشبهوا بعض بيختلفوا بشغلة تانية يعني بجوز يكون مقاسهم مختلف بس هنا نفس الطبيعة أو بيكون مثلا نفس المقاس نفس المقاس بس بيختلفوا بكثافة فكل خاصتين فيزيائيتين بجوز يختلف خاصية فيزيائية ثالثة فأنا هاي الخاصية المختلفة اللي بتميز نسيج عن نسيج بطبق الطاقة المناسبة له يعني أنا مثلاً بعضهم بطبق طاقة الأمواج الكهربائية اللي هي الإكس راي اللي بتعطيني وضوحية أكثر ما بتعطيني بالإيكو وهكذا فأنا بدي أعتمد على شو هي الأمواج اللي هي فالأنسجة المتماثلة خلينا بخاصتين فيزيائيتين تكون مختلفة بالثالثة كل جهاز بيرتبط بخاصة فيزيائية معينة اعتبارات تانية كلفة مثل ما حكيت لحضراتكم الأمان شو يعني أمان؟ ضرر لل تمام هلا نحن من الأجهزة الآمنة عن مبدئيا مشان ما نفوت كثير تفاصيل هن المرنان والليكو اثنين امنين طبعا لهم تاثيرات جانبيه ما في شيء بالعالم له تاثيرات جانبيه بس خلينا اقول تاثيرهم الجانبي مهمل واذا اخذنا احتياطنا ما اما الاكس راي لا مو امن تمام في عندنا حالات لا يمكن استخدام الاكس راي طبعا المرنان كمان احيانا مو امن اذا انا حاطط مثلا صمام صنعي حاطط بطاريه كمان مو امن فهون بيجي فكره الامان النقل شو يعني النقل؟ نقل الجهاز تمام شلون يعني الجهاز؟ امتى بيستخدم؟ ها؟ يعني مريض بالبيت مثلا ايه مريض بالبيت فينا نعمل ايكو فينا ناخذه لا وغير بالمشفى انا مو معقول نزل المريض عند المرنان يعني جيب المرنان عند المريض ما ولا ممكن جيب المرنان عند المريض الطبقي ممكن اجيبه عند المريض على المشفى طيب الطبقي ممكن اجيبه عند المريض؟ لا لا صار في عندنا برنامج نقال وصار عندنا طبقي من النقال ففينا نجيب الطبقي من البرنامج بس لبعض الاجزاء على المريض حاليا هلا جديد طلع يعني ما صار له سنتين ثلاثه تمام بس من زمان كان من المستحيل يعني هلا شايفينه كله من المستحيل نجيب الجهاز عند المريض فلازم نجيب المريض لعنده فمش هيك انا بتلبك فيه فما بقدر او اذا كان بالبيت ما بقدر
فشو بقى في عن اجهزه نقاله؟ عن الايكو نقال، الاكس راي نقال، تمام. هدول الاجهزه ممكن ننقلهم لعضل المريض. طيب هنشوف بعض الخواص الفيزيائيه هون بهالفيديو. هون عم نشوف الفيديو انه احنا شو هي التفاعل اللي يصير. فهون عم يورجينا انه التفاعل فيه هو يعني عباره عن انعكاس غير الطبقي او الاكس راي، هو عباره عن اختراق، تمام. فهون الانعكاس، هذا الانعكاس انا ببني منه صوره، بتولد عندي صوره بتطلع معي الشكل. طبعا الانعكاس بيختلف عن حسب النسيج، فانا عندي النسيج العظام بيختلف عن انعكاس عن الكليه، بيختلف عن انعكاس عن الهواء اللي حنشوفه طبعا بالتفصيل بعد شوي. هي عم بورجيكي هون العظام وشلون عم بيعطي انه وراء ظل شادو. هون في انكسار مثلا او تبعثر، فهي سكتر بيورجيكي تبعثر انه عشان عم يتبعثر عن بعض الانسجه الثانيه. فهون هذا التبعثر بيعمل برغله بالصوره، فاحيانا بتشوف صوره برغله، شو سببها؟ بيكون في هي. فشو الا حل؟ الا عده حلول. هلا في انعكاس هون بالهواء ضايع، شو مساوي لحتى نحل الانعكاس على الهواء الضايع؟ نحط جل، تمام. فهو بيعمل شيء اسمه توفيق ممانعه، وبيقدر ينقل الصوره من العدسه او برو الى شو اسمه الى يعني الجسم المساوي او الجسم المساوي. فهي فكره هي. طيب خلينا نكمل نطلع على الصور. هي صور الاجهزه مختلفه، تمام. طيب هي عضو واحد ولا اعضاء مختلفه؟ شو رايكم؟ كله تصوير قلب ولا كليه ولا شو؟ كله قلب. يعني انتوا كل اللي شايفينه صور قلبيه، القلب كله صور قلب، ما اكيد صور فيها جزء قلب. طب هي بيت سكان، هي اللي هون اللي على اليمين، هي قلبيه اكيد. ما بعرف بس ما أكيد. في حدا عنده اعتراض على الحكي انه مو قلب مثلا؟ عنده خبره بالصور اكثر ويقول انه قلبيه، في منه من قلبيه. طب مين بياكد لي انه قلبيه؟ انت شككتنا. انا شككتكم. هو اللي بريحنا، بتعرف شو بريحنا؟ عنوان السلايد. خلص شايفه؟ فدائما خليكم دقيقين معنا تكون بالمحاضره، تمام؟ خلينا نكمل. بعدين هلا مثل ما حكينا الامواج، وقت حكينا الالكتروماجنتيك سبيكتروم، هاي الطيف تبعه انه راديوي، مايكروويف، انفراريد، الفيزبل، الالترا فايولت اكس راي، والجاما راي، كلها هي امواج كهروسيه. فينا نحن خلينا نقول شو اسمه، هي عباره عن امواج كهروسيه اللي احنا بنستخدمها في الاجهزه. طبعا هذا بيختلف اختلاف كامل عن الامواج الصوتيه اللي تعليكم. هون عم ورجينا احنا شلون انه اختلاف الطاقه عم تختلف، او باختلاف طول الموجه عم يختلفوا، فبيعطونا الصوره، عم يعطونا التسميه تبعها. شو هو الاختلاف؟ هلا مثل هي موجه، الموجه تبعها هي في لها طول موجه من قمه لقمه، تمام. وفي عنا هي، فهون اذا خلال واحد ثانيه ثلاثه صاروا ثلاث، هي 5 ميجا هيرت. فحسب انا عدد الامواج بالثانيه فبيطلعوا اشلون، فسبعة هيرتز شلون. فانا بحدد حسب الثانيه مطالها، هي المطال من هون لهون، هذا اسمه مطال، مطال الموجه. الفيز هو الطور تبعه، انه قديش بتكون متوافقه بالطور او غير متوافقه بالطور. فهي بالنسبه للامواج، خلينا نقول الامواج بشكل عام شو ما كانت الموجه. طيب هلا نحن كايكو هنشوف هلا الفيديو. اول ما بلشوا بالاكس راي، وبتعرفوا هي قصه انه الكيوري وحطت الصوره وطلع الروتشين الصوره تبعه، فطلعت قصه الخاتم، هي اول صوره تبع الاشعه. فهو كان يجرب او طلعت معه الصوره، وبلش فكره التصوير الاشعاعي تبع او التصوير خلال المجال الطبي. فوجينا نحن هون شلون انه بلشوا ياخذوا صور ويعالجوها. انتقل الفكره، وهي طبعا هون لك هي صور طلع الاشعه، كان يجربوا تجارب كثير وانه ما عرفان الاثر الجانبي تبعه، عشان هيك في كثير ناس ماتوا باول القصه. بعدين صارت قصه تايتانيك، اكيد سمعنا فيها بعد ما طلعت الفيلم، غرقت السفينه في كل ذهب، فدوروا على شغله اسمه، يدوروا على شلون بده يلاقوها. فاستخدموا شيء اسمه السونار، اللي هو انه يبعث امواج صوتيه على هي، ويعرف اذا في صدى، اذا ثبت معناته في شيء معدني تحت، فبنزل يشوفوا انا. فهي الفكره اللي خلت خلينا نقول الامواج الصوتيه تنتشر، تبلش تستخدم.
هلا حتى اذا كان في بالجليد مشان ما تغرق فبيبعثوا امواج صوتيه بيعرفوا في شيء بالتحت ولا لا مشان نتجنبه. هلا احنا بنقول عليها امواج فوق صوتيه، يعني نحن ما بنقدر نسمع. طب ليش ما نقول فوق سمعيه؟ فوق سمعيه يعني في شيء فوق الصوت، ما في، لا صار الصوت ما لا، يعني في شيء فوق الصوت. هلا هي مجازا بيقول فوق صوتيه، هي فعليا اذا هي فوق سمعيه لانه هي سمع الانسان، شو هيك عم يستخدموها. طبعا بيستخدموا هلا نحن المولد، هي في شيء اسمه كوارتز، هي الماده اللي شايفينها، هي الماده الكوارتز هلا رح نحكي عنها بالتفصيل، هي اللي بتخلينا نقول بتطبيق الجهد عليها شو بيساوي، بيعطينا اهتزازات مثل هيك شايفين، بنطبق الجهد عليها فهي بتهتز الكريستالي. هذا الاهتزاز تاع الكريستالي هي الى طبيعه الكريستالي انه بتطبيق الكهرباء عليها بصير تهتز. اهتزازها تبعها بيعمل تخلخل بالهواء اللي جنبها، وهذا التخلخل بيعطينا بينتقل فبنقدر يعطينا امواج، وهي الامواج نحن بنقدر نستفيد فيها بالتصوير. فانعكاس تبعها فبنستفيد منها بالتصوير. بيستخدموها بكثير بكثير مجالات، واهم المجال مشان هيك سموها، انتوا سمعاني اسم سونار صح ولا لا؟ كثير دكاتره تقول لك سونار، طب ليش ما بقول لكم؟ والمصريين كثير كثير، طب ليش بقولوا سونار ما بيقولوا لكم؟ اللي هو اساسه سونار تمام؟ وطبقوه بليكم، فطلع عنا هاي الصور اللي حنشوف شلون عم تتولد وشلون عم ناخذها تمام؟ هي بالنسبه ليكم. هلا المبدا الفيزيائي تبعه، خلينا نشوف شو المبدا الفيزيائي، انه انا عندي بروب فيه هو كريستالات عم طبقه على جسم الانسان، عم يعطينا امواج بتصطدم بحدود فاصله، هي الحدود الفاصله بتعكس الامواج فوق صوتيه ترجع على البروب، البروب بيعالجها بيحول إشارة كهربائية، هي الإشارة الكهربائية بمعالجة معينة بقدر أعرضها بقطع عندي صورة. فأنا الهدف من المسلسل كله هذا إنه أطلع صورة متوافقة مع النسيج عم صوره، يعني مثل ما أنا كاميرا الموبايل تعطيني صورة الزلمة تمام، أنا بدي صورة داخلية، هلا إيدي بيعطي صورة خارجية، أنا بدي صورة داخلية للجسم الإنسان. طيب أنواع أجهزة التصوير مثل ما حكينا بدنا الأشعة مختلفة. هلا المبادئ الأساسية مثل ما قلنا إنه هي انعكاس وبترجع. طبعا مجال الترددات بالإيكو بالخليان الطبي من 1 ميجا هرتز، لأنه تحت ال 1 ميجا هرتز هلا بنشوف شو بصير معنا، من 1 ميجا هرتز هلا تقريبا بروبات أكثر بروب يمكن جابوا 23 أكثر شوي. طبعا في نقطة أساسية وقت عم يصور لحتى أعرف أنا وين التصوير وحتى أقدر أرسم صورة لازم أستنى. يعني هلا في ميزه ما موجوده بس عند النسوان، هي انه بيحكوا بيسمعوا بنفس الوقت، اما ما في شيء بالكون كله ثاني بيحكوا بيسمعوا بنفس الوقت. فشو بيقولوا احنا ما لا احنا ما بنسمع بنور. فشو الفكره بيقولوا لي انه الايكو لازم بيبعث موجه يستنى ليسمع بعدين بيبعث موجه، لانه اذا بعث دائما عم يبعث بضيع الا بحاله واحده حنحكي عنها شوف شو هي. فلازم يبعد يستنى بعدين يصور بعدين يبعد مره ثانيه تمام. هلا ليش سموه ايكو؟ صدى الصدى ايكو صدى. طب صدى ولا ايكو ترجمه عربي؟ لانه في ناس ما بتعرف انه ترجمه فكره انجليزيه، هي عربي ايكو. الايكو هي كلمه انجليزيه، صدى عربي تمام. طب سونار حكينا عن السونار، جهاز تصوير امواج فوق صوتيه، ليش سموه امواج فوق صوتيه؟ لانه الامواج اللي بيستخدمها اي تمام او هي فوق السمعيه. فنطلع على هون هذا البار اللي هون عندنا الزرقاء هو اللي احنا مجال الصوتي تبعي تمام. هلا فوق 20 كيلو هرتز ل 2 ميجا هرتز او ل 1 ميجا هرتز عم يسموها هون ديستركتيف ميديكال ديستركتيف، يعني اذا بدنا نستخدمها مثلا بالتفتيت وهي فلازم يكون بالمجال بالكيلو تمام، يعني فوق الكيلو مثلا 100 كيلو، هي هدول كلياتهم هدول مجالات لا استخدمها بالتفتيت. فانا حسب التردد تبعي اذا تحت ال 1 ميجا عم ياخذوه بالتفتيت، يعني ياخذوه بخليه يقول لا لا خليه له اثار جانبيه، يعني له تفتيت انه بيدمر. اما نحن فوق 2 ميجا عندي امان، فالامان جاي من التردد مو الامان جاي انه انا جهاز تبعي ليكو، يعني امواج مو كل شيء امواج فوق صوتيه امنه، لا لانه انت تفتيت حصى مو امواج فوق صوتيه مساوي، لا امواج فوق صوتيه. طب شلون عم فتت وشلون عم صور؟ طب شلون؟ فانا اللي بصور لازم يكون فوق ال 1 ميجا، اما اذا بدي اياها بس يفتت فلازم يكون تحت تمام؟ هي الصدى تمام؟ خلينا نشوف هلا هيك الصدى طبعا مثل ما قلنا باي مكان واحد قاعد هي بيسمع صدى. هلا التردد خلينا نشوف التردد مثل ما قلنا فوق 20 كيلو هرتز،
طبعا من خلال تطبيق اجهد معين. هلا هنسمع نشوف هون مثلا. هلا نحن اذا بيقول لك في نظرية اذا بدك تسمعي صوت مثلا او ينتقل بشكل عام، في عندنا هون في شيء اسمه تردد عالي وتردد منخفض. هلا الباس هو الباس بسموه هو التردد المنخفض، وتلاقيه هو بيروح لاماكن بعيده، اما التردد العالي بيروح ما بتجاوز اماكن بعيده. ليش؟ لانه هو طول الموجه كل ما كانت بعيده فبتقطع مسافه اعلى. تمام، طول الموجه مثل ما شايفين هي طول الموجه، اذا كانت طويله فبتقطع مسافه اطول، وطبعا اذا طول الموجه طويل معناته التردد منخفض. تمام، فهون نحن هون مثل ما قلت لك الانسان في العشرين الاطوال مثلا هي فوق العشرين، وهي موحد بالميجا يعني فوق الكيلو هيرتز بسمعوا حتى الاطوال، مع انه البشر ما بسمعوا، اما البروبات طبعا 21 او 23 حاليا. الكريستالات هي انا حسب اهتزازها، اهتزازها سريع فشو بتكون بتكون التوتر سريع، اذا كان اهتزازها بطيء تمام بيكون اللور طبعا بتكون التردد منخفض. هلا شلون نحن بنقرب الكريستالات؟ انا بقربها لكل العالم اللي بتشتغل يعني بشرح لهم اياها. اذا حدا شايف عود، شايفين عود؟ العود له شرايط اوتار بسموها. ايه اوتار، هذه الاوتار هل هي متوافقه بالطول بالاقطار ام مختلفه الاقطار؟ لا تمام نفس الاقطار مو نفس الاقطار؟ لا بيتغطى بغض النظر عن نزع الطول، لا وقت القطر تبعه هل هو نفس القطر؟ نفس القطر نفس القطر صح؟ مهم؟ ما حدا شايف الأوتار؟ لا شايفينها الفكرة بيختلف بالقطر، بيختلف بالمواد المصنوعة المواد بيختلف، ممكن بنفس القطر حسب قوة الشد المطبق عليها يتغير التوازن. هلا هو بس القطر، لا بس هو بطولة بيختلف القطر نفسه. القطر نفسه؟ يمكن البارحة ما رحت على الأوتار الشرقي، لو رحت كنت عرفت شو. شفت شلون راح؟ لا الأوتار خلينا نقول شو اسمه الأقطار تبع هي بتختلف. طب شو لماذا هذا الاختلاف؟ سبب الاختلاف قطر قطر قطول نفسه. لماذا هذا الاختلاف؟ سبب الاختلاف تبعه انه يكون لانه كل ما كان ري فتردده عالي، كل ما كان سميك فتردده منخفض. نفس الفكره هون، الكريستالات سميكه تردده منخفض والعالي تردده عالي. تمام، هلا مين كمان نفس الشيء نفس القصه؟ تمام، مو الجيتار، لا صوت، صوت رجال بتلاقيه شو؟ أجش. شو يعني أجش؟ هي فسريني على التردد. تردده منخفض. والنساء تردد عالي. صوت عالي. هذا يجي عالي. فهي التردد. هلا أي صوت بالكون له مميزات. شو قصدي مميزات؟ يعني أنا عندي وصف له، يعني أنا بخلي أقول خواص. شو قصدي خواص؟ تردد خاصية، المدة خاصية، طول الموجة خاصية، سرعة الانتشار، المطال، الشدة، هاي كلها خواص لا خلينا نقول تصف الموجة الصوتية. يعني أنا بقول هدول موجتين صوتيين نفس البعض، يعني الرجال عم يحكي ومرة عم تحكي، اثنين صوت، بس شو بيختلف هذا عنها؟ بيختلف تردد. طب واحد اثنين رجال عم يحكوا نفس التردد بس واحد صوته أعلى من الثاني، بيختلف المطال. هذا المطال عم طبقه بمكان معين بيجي بيختلف بيصيب الشده تمام، وهكذا. فهدول هن خواص الصوت، بيختلف صوت عن صوت. عشان هيك انا مشان اختلف بروب عن بروب او هي بيختفي اختلاف بالصوت او موجته الصوتيه من احد هذه الخواص السبعه. في خواص بيعتمدوا على منبع الصوت، في اختلاف خواص بيعتمدوا على سرعه على الوسط الانتشار. سرعه الانتشار بتعتمد على وسط الانتشار تمام، اما التردد والمده والمطال والشده بتحدد من منبع الصوت. يعني مين عم يحكي؟ هو منبع صوت. الكريستالات هي عم تعطي امواج، فهي بتحدد، هي بتحدد المطار، هي بتحدد التردد، هي بتحدد الشده تمام. طول الموجه بتتعلق بكل من الموصل والمنبع الاثنين. ليش؟ لانه هو بيتعلق بسرعه الانتشار تمام. فهي الفكره تبع عليه، فهون حاطين الشكل مشان يوضح الفكره شو بيتعلق بشو. طيب التردد شو هو؟ حكينا عليه كرر كثير، ما هي انه هو عدد الدورات بالثانيه. طول الموجه هو عكس التردد، انه هو الموجه بالطول. بس هون المحور تبعه هو تمام كطول الموجه هو بسموه الضغط. فقديش مطاله هو الضغط تبعه بالنسبه لطول الموجه؟ بيختلف الوسط، بيختلف الوسط طبعا. يعني مثلا وقت تعبر مجتهد بيختلف طول الموجه، بيختلف
اختلاف طول الموج، لانه طول الموج له علاقه بسرعه الانتشار. انت شلون هلا بوجهك له عادله، هلا حشوف دقيقه واحده بشوفها عشان نعرف شلون رابطين مع بعض. طول هون مثلا 4 متر هي بتحدث فيه بدوره واحده، فان طول الموج هون مثلا نعتبره 4 متر هون، من هون من هي لهون. المحور الافقي يمثل الزمن، والمحور الشرقي بين الضغط. طول الموجة سيكون مهم عند أخذ الاعتبار دقة الصورة، لأنه هو العلاقة كمان نفس الشيء بالتردد. سرعة الانتشار، شو هي سرعة الانتشار؟ طول الموجة يساوي سرعة على F. والله معادلة صعبة، ما أنا وأنا بكره المعادلات. أنت بتكره المعادلات؟ جدا عشان في معادلة دائما، في خليها معادلة كتير سهلة. المسافة يساوي السرعة بالزمن، مسافة يساوي السرعة بالزمن، بس هي بدي اياكم تحفظوها خلص، وكله بتطبع عليه. طب شلون بيطبق؟ شو دخل هذا عم تحكي بهي المعادله اللي شايفينها هون؟ قال والله هي اسمها مسافه، طيب وهي اسمها سرعه. طب ليش لان بالزمن، بالزمن ليش حاطين على اف؟ لانه التردد هو عدد اللي هي الموجات بالثانيه، عدد الثانيات بي بالثانيه مع الثانيه تطلع مسافه على، لانه قصدك التردد هو قلوب الزمن باختصار. فالتردد بقلوب الزمان، فهو لازم يكون سي بي تي. هلا نحن ما حنحطيه، حنحط اف لانه ما حنتبه. فسي بي اف سي بي تي بدل تي قبلها اف، فهي تطلع معنا المسافه يساوي السرعه بالزمان. فمشان ما تعقدوا وتقعدوا تحسبوا وتحفظ، انا ما بحفظ معادله. هلا كثير عالم تسالني، انا والله ما بحفظ المعادله، بس انا بحافظ السرعه، مسافه يساوي السرعه بالزمان، وبطبق والله ميسر وعي لهلا. تمام. فطول الموج تردد هلا، فهو عم نحكي تردد. تمام. عكسه شو؟ طول الموجة، فهو في عكس 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 بعضهما البعض. تمام. هلا السرعة في العلاقة تانية هو كي بي رو، هنحكي عنها شو هو. بتتعقد ليش قلنا سرعة الانتشار تختلف باختلاف الوسط؟ لأنه حسب كي. تمام. وحسب كثافة النسيج رو. طيب هلا في امبارحة كنا ناقشنا وحكينا وطلعنا غلط وفي أخطاء، وهي شو هي density وشو هي الكمبرسيبيليتي اللي هو الانضغاط، وشو هو الكثافة. هل يختلف الانضغاط عن الكثافة؟ الانضغاطية عن الكثافة ولا ما بتختلف؟ هلا هو عم يقولوا انه كل ما كان كثيف النسيج كل ما كان السرعة اقل، وعم يقولوا انضغاط كل ما كان الانضغاط اكثر كل ما كان السرعة اقل. فالانضغاط والكثافة يتعلقان عكسا مع السرعة. فكل ما كان الكثافة الانضغاطية بتحددان سرعة الانتشار. بس هلا في فكره، شو في مصطلح ثاني ستيفنس كمان بسموه، هو الصلابه. هلا الصلابه هون كمان هو عباره عكس الانضغاطيه. تمام. فهو هذا اللي هو خلينا نقول هذا المعامل تاع الصلابه هو بيكون متناسب تضام مع السرعه. كل ما كان النسيج اكثر صلابه كل ما كان سرعته اكثر. تمام. ليش؟ لانه هذا بنعتمد عليه وين بكره اذا حكينا عن شيء اسمه الاستوغرافي. تمام. فهي الفكره تبعه. فنحن بس نحن نعرف انه كل شيء ان كان كثافه او انضغاطيه هي تناسب عكسا مع السرعه. سرعه الانتشار منخفضه بالغاز، كثافه وانضغاطيه تناسب عكسا مع السرعه. السرعه لك بس الصلابه، بس الصلابه شو بتضيفيها؟ انه الجسم صلب. تمام. هلا مش انا ما فوت انا بفص خواص فيزيائيه، وهي فينا فوت فيها، بس هلا رح نمشي شوي اذا هي فيزيكال. هلا هدول اثنين هدول تناسب عكسها مع السرعة، بس اللي هي انضغاطية وهي الصلابة عكسهم تناسب تضم مع السرعة. سرعة الانتشار مثل ما قلنا منخفضة بالغاز والرئة، اعلى بالدم واعلى بالعظم اللي هي الصلابة. زيادة السرعة ليس بسبب زيادة الكثافة ولا انخفاض انضغاطية او زيادة الصلابة. هي بتسهل عليكم الشرح كله. طيب هلا نحن تمام، لانه الانضغاطيه انه الكثافه مش بعضها. طيب هلا عنا نحن ستيفنس هون، عشان هي العلاقه بيناتهم. بزياده ستيفنس بزيد السرعه، بتقل بتضل هي، لان في سبب دنسيتي زادت هون، ثبتنا الصلابه نصيت السرعه. سرعه الانتشار كثير مهمه عشان نحن نحدد النبضه وين بده يكون مكانها. هلا طول الموجة إذا نحن ثبتنا سرعة ال 1540 سنتيمتر على الثانية، إذا ثبتنا سرعة الانتشار باعتبار إنه نحن عم نصور شو؟ أنسجة رخوة. أنسجة رخوة. طيب غالبا، طب هلا
كل المعادلات اللي جيتونا امبارح واليوم قلتولنا شيء العظم بيختلف عن اسراك انتشار عن العضلات بيختلف عن هي. طب انا عم صور عظم وعضلات وهي في غلط بسيط في عنا غلط بسيط فنحن هون مشان ما عدنا نفوت بهي عثبتوها. طب في اجهزه يمكن تغيير سرعه الانتشار فيها؟ لا ما بتصور. لا لا يمكن. هل يمكن؟ لا 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 يوجد. انا عم لك يوجد نعم في اجهزه بجي اي وهي بتقدر تغير سرعه الانتشار طبعا عشان تاخذ دقه اعلى. طبعا استخدامها كثير هي بتكون ابحاث اكثر من كون شغل عملي. الايت في قصه في بعض مثلا كتل السني مثلا بيقول لك ان بالميلي اذا كانت تجاوز الحد بنعمل لها عمليه او بنعمل اجراء ثاني فبدون قياس ميلي. هيك حاله انت بتصور بالامواج والصوت يعني بشكل معقول اوضح لما بيكون عندك ورم اكثر مثلا من 5 سم مثلا بده علاج كيماوي لتصغير الورم الاستاتي عم نحكي بالميلي. وبالتالي انت لما تصور انت طلع عندك 5 سم بالضبط شايف شلون؟ ايه هلا انت ممكن ساعتها او 3 سم بالضبط مثلا 3 سم بالضبط ما بده شيء مباشره بالاجراء المحافظ. هل 3 سم طلع عندك شايف شلون؟ انت بتضطر ساعتها تعمل عمان لتقيسه بالميلي بالميلي. ليش؟ لان انت هلا وفرت على المريض علاج كيماوي مباشره دخلت فورا بعلاج جراحي. فبهيك حالة يكون الرقم 3 سم بالضبط او 5 سم بالضبط ممكن تفكر انك تطلب عمان لهالسبب. ليش؟ حتى تطلع الرقم بتقل ودقيق اصبر مع اقل هلا طبعا هلا هي المسرحيه استخدام ممكن هلا بطلع لك. هلا احنا في شغلات ثانيه احنا مشان ناخذ دقه وناخذ قياس 100% دقيق فيها معاملات اخرى لحتى نتاكد انه احنا المقاس طبعا دقيق او لا نحكي عليها ان شاء الله. طيب شلون بتتشكى صوت الايكو؟ احنا دائما عم نصور بشر لهلا لانه في ايكو لحيوانات بتعرف احنا عم نحكي بشر. طيب هات نشوف شلون الصوره. نحن هذا بدنا نشكل صورة. شلون بتتشكل؟ نحط برو نصور مثلا كليه فبنحطها بمكان معين بعيد عن الاضلاع طبعا لان الاضلاع بتروح من الصورة او بين الاضلاع لحتى ناخذ الصورة المناسبة وبصور الكليه. دائما الايكو وقت عم ياخذ الامواج عم تعطي شريحة من العضو العضو المصور يعني انا كليه تمام. فبدي صور الكليه باخذ وقت عم صور الايكو عم ياخذ شريحه مشان هيك انت عم تشوفي هون مسقط ثنائي البعد شريحه مشان نعرف شو عم يقصها تمام. فهون اخذ هي الريفليكشن تبعه هي راجعه من الصدى وبنى من على اساس الصوره بنى طلع الصدى هون رسم الصوره هون شايف عم يطلع عم يرسم شوي شوي الصوره رح تطلع معنا. فهون في انعكاس هذا حد فاصل انعكس عنه حد فاصل انعكس عنه طلع هي الامواج الادرساوند هون ريفليكشن تبعه الامواج الصوتيه وبعدين طلعت معنا عملوا معالجه وطلعت معنا الصوره على كامل على قد ما نحن حددنا العمق تبعها. هون هي طريقه تشكيل الصوره. اذا تشكيل الصوره ما بيصير الا بسبب انعكاس الامواج فوق الصوتيه على الحدود الفاصله بين الانسجه. الحدود الفاصله طبعا تكون تنشا عند وجود اختلاف بالكثافه بين نسيج واخر. طيب شو بنعرف نحن اذا انا عملت تعريف لهي للايكو مشان اسهل على اللي بيعرف يعني تشرح انت بدك تشرح ايكو لحدا ثاني بدك تفهمي بدنا نحط تعريف لهذا الجهاز. قلت هو جهاز تصوير طبي تشخيصي. طبعا هذا التعريف مو معتمد انا مساوي اللي بده غيره غيره. ليش قلت تصوير طبي؟ تصوير انا بيعطي صوره طبي لانه عم يشتغل بالطب تشخيصي لانه بيشخص وليس علاجي. علاجي بده يكون تردد تبعه تحت الميجا يعني بالكيلو اما احنا فوق الميجا فهو تشخيصي. يعتمد على الامواج فوق صوتيه ما بيعتمد على امواج ثانيه مكرتسيه تتولد من خلال البروب اللي هو المبدل لانه بدون مبدل ما بتطلع على امواج مكرتسيه يكون على تلامس مباشر مع جسم الانسان لانه اذا ما في تلامس مباشر فما في انتقال فما عندي وسط فبتضيع الصوره تمام. وتخترق هذه الامواج جسم الانسان تنعكس على الحدود الفاصله لانه بدون حدود فاصله ما بتعطينا صوره. يعني لو كان تصوري نسيج الانسان كله نفس الطبيعه فما بيعطينا صوره يعني بتطلع صورة واحدة بتعطي، التي تختلف فيها كثافة الأنسجة، يتعود على شكل صدى، هذا الصدى إلى البروب وتعالج من خلال بوردات إلكترونية، وتعطينا صورة مقطعية، تشريحية شريحة، ما بيعطينا سماكة، بيعطينا شريحة، تمام؟ تدل على بنية تشريحية، لأن يعني في بنية متشريحية طبعًا، في بنية وظيفية، في دراسة إلى بنية وظيفية، مثل مثلًا إذا البيت سكان وهي ما بيعطيك بنية تشريحية، ما بيعطيك صورة تشريحية، بيعطيك صورة وظيفية، تمام؟ احيانا بناخذ وظيفه اذا اعتمدنا على الدوبلر تمام بيعطينا وظيفه او حركيه او طبيعه جرانات دم هي من نمط الدوبلر.
هاي اشكال اجهزه الايكو المختلفه. طيب وين شو وين طبي الايكو احنا؟ شو بصور ايكو؟ يعني الايكو شو بصور؟ اي اعضاء الجسم؟ والله سلسله يعني هي انا بصور اليافوخ، اجواف الدماغ، العين، الكاروتيد الاوعيه، الاطراف العلويه، الكتف، الاطراف السفليه، القلب، كبار صغار، الرئه، الخلية، البطن، الغده الدرقيه، القطع الصغيره، الكبد، الكليه، المرار، المثانه، المجاري البوليه، خلينا نقول المهبلي، طبعا التوليد، النسائيه، الغضاريف، المفاصل، ويكو التخدير. صح؟ طبعا ويكو حيوان. ايكو التخدير شو بيصدوا فيه هن؟ اذا انا بدي خدر مريض تمام بمكان معين، فشو بساوي انا؟ بدي فوت الابره وحط اللي هي نواحي العصب، نواحي العصب تخدير موضعي، فنواحي العصب بتحطها، فانا بدي فوت الابره، ما بدي اول شيء ما بدي اعمله مخ للمريض فوته كذا مره هي بتلقى، ولا بدي اضرب شيء وعاء انا فايت على الطريق، ولا اضرب العصب، فهذول ثلاثه حتى الحق بدي اشوف شو شايف شو جوا، فبحط الايكو فبيورجيني انا وين، فبفوت الابره شوي شوي بعد عن اي وعاء وما بلمس بالعصب عشان ما اضربه. اطراف الاوعيه وغير العضلات، طبعا العضلات عضلات غضاريف اللي احنا بنسميها اذا بدنا نصورها. فهي لمحه على الايكو، شلون صور الايكو بتكون؟ هيك شلون صور الايكو تمام؟ هي اذا كان الغده، اذا كان هي، اذا كان القلب، هذا كله احنا بدنا نصوره بجهاز الايكو. في مرتب السريع يعني مش محمد السريع هون تحت 18. نحن تحت 18. طيب شلون بصور تصوير تصنيف اجهزه التصوير بالامواج الصوتيه تمام؟ شلون بصنفها؟ يعني انا شفت جهاز ايكو، شلون بدي اقول هذا جهاز ايكو منيح مو منيح ظريف؟ شلون بيفرق جهاز عن جهاز؟ في جهاز حقه 10 ليرات، في جهاز حقه مليون ليره، في جهاز حقه 100 مليون ليره، ليش؟ كله ايكو اسمه تمام؟ الفكره وين؟ انه اجهزه التصوير بتختلف معها هي بدي اصنفها، انه في شيء لدراسات تشريحيه او جريانات، يعني هل هو سواء جهاز بلاك اند وايت ولا فيه كلر؟ اذا كلر معناته فيه، طبعا اذا تكون فيه كلر اغلى، اذا بلاك اند وايت ارخص. طيب نوع التوجيه تبعه فيه مصفوفه قطاعيه، في عناصر مختاره رح نحكي عنها وقت نحكي عن البروبا. شو التطبيقات اللي بيستخدمها؟ في قلبيه اوعيه توليد نسائيه ولا بطن؟ يعني الجهاز اللي بصور قلبيه هو طبعا هلا حاليا هو اغلى جهاز. طيب ليش جهاز القلبيه اغلى من جهاز التوليد النسائيه؟ اغلى من جهاز الاشعه؟ ليش هذا؟ يعني ليش الأطباء القلبية متميزين عنكم أطباء أشعة؟ أنا مش على سرعة عالية. سرعة عالية تمام. لا بدون فريم ريت عالي وفي سوفت وير الكونتينوس ويب هذا ما بيكون تمام. لأنه في عطون مو لأنه هن العرق أزرق ولا دم أزرق الأطباء القلبية ولا هن أحسن من حدا، لا، بس الأطباء القلبية وأنت عم تصور القلب في عندك حركية عالية تمام؟ فأنا بدي فريم ريت مثل ما قال الدكتور زاهر عالي. هذا فريم ريت عالي ما بقدر احققه الا بدي مواصفات جهاز عالي. يعني انا مثلا بشتري اثنين لابتوب بالسوق، لابتوب حقه 100,000 ليره وحق لابتوب حقه هلا مليونين ونص، الله يوفقهم، مليونين ونص حق لابتوب. طيب مليونين ونص حق لابتوب ليش؟ لان اذا بدك تشغل فوتوشوب وبدك تنزل ويندوز 10 وبدك هي معالج اكبر تمام؟ فانا فبدي معالج اكبر تحقق تقدر تتعامل مع هالابلكيشن تمام؟ فمشان هيك لازم يكون عندي جهاز عالي. فبدي اعالج بيانات اعلى. هلا انا قلبيه عندي بيانات كثير اعلى، ليش؟ لانه عندي حركه اعلى فبتعطيني مش اقدر اتابع هي الحركه. فهي هلا مين بيجي بعده؟ بيجي بعده جماعات الاوعيه. ليش جماعات الاوعيه غاليه؟ لانه بدهم دوبلر جماعه وبدهم تطبيقات مختلفه كثير، بدهم تصوير ماده ظليله، هذا كل هدول التطبيقات غاليه فبيجي جهاز غالي. هلا بيجي بعده نسائيه هو اقل شيء، والبطن والداخليه لانه هن بدهم ما بيضوا اسود اصلا، دوبلر يعني نسائيه قليل ما يستخدموها، طبعا هو الاستخدام بس انه قليل ما يستخدموه مشان بيجي. هلا طبيعة تشكيل الحزمة، جهاز بينك ديجيتال ولا جهاز مو ديجيتال؟ كل ما كان جهاز ديجيتال ورقمي أكثر كل ما كان أفضل، فبتعطي صورة أحلى. جهاز تصوير محمول أو غير نقال، يعني بده عربي ولا محمول، هاي كمان بتميز الجهاز عن آخر. فطبعا ممكن محمول يطلع نفس المواصفات؟ طبعا 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 محمول ممكن مثل اللابتوب. انا ببسط لكم اياها دائما بقربها للدكاتره وقت عم بشرح لهم، انه الايكو لو تكون اللابتوب مثل الديسكتوب، اثنين نفس الوظيفه ونفس الشيء، بس واحد محمول واحد. طبعا دائما وتكون مدمج، محمول مدمج بيجي اغلى دائما، فنفس المواصفات بيجي اغلى، فبدنا ناكد عليه. طبعا شو في عندنا اشكال؟ هلا في عندنا برو وايرلس مدمج، يعني لانه هو انت محمول، انت الكبير شو الكبير، في عندك 20 بورد، ده مش هو بورد واحد،
مثل اللابتوب. هلا اللابتوب بيدمج لك الكرت الشاشه مع كرت الهي كله بورد واحد. طبعا وقت تعطل بتكبوا الجهاز، لازم تبعتون عندي بصلح لك اياه. هلا هون في عندنا بروبات وايرلس تمام، وفي عندنا بروبات في لابتوب هون لابتوب عادي، في عندنا تابلت تمام، هدول كله اشكال ايكو موجوده. هلا في عندنا اللابتوب في هون قد قبضه بسموها هاند هيل، هي هاند هيل يعني على قد اليد. ففي عندنا اشكال مختلفه للايكو، فهي بسموها نورمال كارت، لابتوب، هاند هيل، وتابلت، ووايرلس. طيب ليش عم ندرس الايكو؟ اسهل، اسرع، ارخص تمام، هدول كلها اسباب. في عندنا تصوير بالزمن الحقيقي اللي ما بنقدر نصوره بالطبقي، طب كما فينا نصوره بالزمن الحقيقي، برا ما بدي اصور بالزمن الحقيقي، هذا بدي اصوره بالزمن الحقيقي وما له اثار جانبيه. هلا نحن عندنا هون بيعطيك بحث، هي اول شيء انه هون ما في ايونيزيشن، يعني ما في عندنا خليني اقول اثار ضاره، امين مش كواليتي تبعه وسط للايكو، بس هي في ثلاثي ابعاد ورباعي ابعاد ايكو طبعا فيه تمام، فيه ريال تايم، فينا ننقله كوست تبعه منخفضه، وفينا نصور من المواد الصغيره. هاي بالنسبه لكم تلاحظوا اسعارها تقريبا عم بيقول لك 25,000 تقريبا، لهلا وصلت ل 230,000 على جهازكم. امنه، اقل تكلفه بالزمن الحقيقي، الدقه تبعها بالمليمتر، ويعطي معلومات عن التدفق وسهله النقل. هي مزايا لكم. شو مساوئه؟ قال اهم مساوئ لكم الغاز والعظم. الغاز والعظم، اذا عنده واحد غازة ما بتلاقي صوره مثل ما شفناها امبارحه، الصوره هيك بتلاقي فيها بيعطي شادو وراها، ما بتقدر تشوف شيء. فاي واحد مريض عنده غازة ما فينا نصور. طب الى حل؟ ما له حل، لا خلي المريض يروح واحد غازة. يعني عدو الايكو غازات، انا مو بتغلب على الغازات، لا انا بروح غازة مشان نصور. شنو في عندي مشكله بالعظم، مشان مثل بدي صور قلب، بدي صور يافوخ، بدي صور هي، فعندي مشكله بالعظم. فالي حل الى شو حل؟ نوافذ. نوافذ يعني شو بسموه اكوستيك ويندو. في بالقلب خمس نوافذ اكوستيك ويندو اللي هن بنقدر ناخذ فيها صور، لحتى صور ستاندرد لحتى اقدر اعمل دراسه كامله. نفس الشيء يافوخ في له نوافذ. طلعوا هون مثلا القلب، هدول النوافذ تبعه 1 2 3 4 طبعا، لونج اكسس، شورت اكسس، ابيكال، فور تشامبر، هدول هن. هون كمان يافوخ له عده نوافذ لحتى اخذ صوره تبعي. طبعا في عندنا مشكله ثانيه بيعتمد على مهاره المشغل، يعني الدكتور، اذا الدكتور ما بيعرف يصور بحياته ما بيطلع صوره، لو كان ما كان غلى الجهاز. في دكتور ما بيعرف يصور، انتوا ادرى. طيب بعدين في حال مرضى الغير ملائمين، في مرضى نن ايكوجينيك، في مرضى نن ايكوجينيك طبعا، في مرضى نن ايكوجينيك يعني مريضين مو ضروري مو بغير غير المسلمين، في مرضى صعب التصوير تبعهم، توضع العضو، العظام، شلون توضع العظام، اذا عم نحكي حتى طبيعه النسج تبعه. في مرضى ايكوجينيك ولا غير، احيانا نفس الجهاز على نفس المريض تمام، مريضين نفس الوزن، واحد حلو واحد مو حلو، هذا مو انه الجهاز تعبان، لا بس في طبيعه اجسام تختلف، عشان بسموه المريض ايكوجينيك او اوبيس احيانا. المرضى السمان اكيد بيعطونا مشكله بالصوره. هلا في قاعده حنعتمدها اللي هي وضحناها بالفيديو قبل شوي، انه احنا قلنا اذا كان طول الموجه يعني موجه طويله تمام، اذا كان موجه طويله معناتها عم تمشي اكثر، موجه قصيره معناتها شو بتمشي اقل، اذا بتمشي اكثر معناتها بتخترق، بتمشي اقل ما بتخترق تمام. بس بهالبساطه نفس الفكره هون، هون عم يقول احنا على علاقه تردد كل ما كانت يعني بالبتريشن بالاختراق. فهون اذا احنا عندنا ارتفع طول الموجه، هون طول الموجه كمان ارتفع طول الموجه فيرتفع الاختراق. اما التردد، ارتفع التردد ارتفع هون تلاحظي قل التردد، ف يعني هون التردد ببلش قليل، كل ما زاد يعني زاد التردد بقل الاختراق. فهذا المحل عم يوضح العلاقه بيناتهم. طبعا يعني نحن بيقولوا لك مشان هيك انا اذا مريض سمين شو بساوي فيه؟ بقلل التردد ولا بزيد التردد؟ لا بقلل طبعا اكيد طبعا حدا بيعترض؟ على حسب المكان اللي بتصور فيه. لا عم نحكي مريض سمين، نقلل ولا نزود تردد؟ هلا نزود بطن قد ايه؟ قلل تردد طبعا. اوكي. طيب هلا رح نحكي عن بعض المفاهيم هيك السريعه مشان نوضح بعض الافكار. انا وقت عم صور اي ايكو، اي هي الامواج تبعها
بتعمل مثل الأقصاع الرملية، بتكون عريضة قريبة من البروب وبعريضة بعيد، وفي منطقة معينة هي قريبة من بعضها مثل الساعة الرملية، فهي علوم الزجاجة بسموها، مش بكون سموها سموها. هاي المنطقة اللي هون حق القريب، هون حق البعيد، وفي منطقة بحرقية. هدول على أساس إذا نعتمد على مصطلحات أو شيء اسمه الدقة. هلا حشوف شو تمام. فهي احنا هون عنا محور اكس وعنا محور واي وفي محور زد. هذا محور زد نحن مغفول عنه، ما حدا بيقرا عنه، ما حدا بيحكي عنه. ليش؟ انه هي سماكه الكريستالي، بيأثر ولا ما بيأثر؟ طبعا بيأثر. كل ما كان سماكة اقل كل ما كان عنده هي، وكل ما قدرت تلعب فيها بتقدر تلعب فيها، طبعا بنقدر نلعب فيها، بنحكي عليها شلون مسائل. هلا نحن بدنا نحكي على الدقه تمام. انا عم صور اي صوره حيصادفني باعتبار انا عندي مستوي ثنائي البعد صح ولا ثلاثي البعد الصوره. نحن عم نحكي على ثنائي البعد. هاي الثنائي البعد هاي الصوره. هلا حيصادفني محورين، محور واي باكس ومحور واي. هلا محور اكس معناته في كتلتين جنب بعض. اذا كانت الدقه تبعي منيحه لازم اشوف الاثنين كتلتين كتلتين، ما اشوفهم كتله واحده. واذا او اذا محور خلينا واي لازم هدول المحورين هدول النقطتين شوفهم، مو نقطه واحده شوف النقطتين. طيب شو عم نشوف النقطتين؟ يعني قادر ميز، يعني انا اذا كان عندي شو اسمه كتله بشوفها كتله، ما بشوف اذا كان كتلتين ما بشوفهم كتله واحده، هو هكذا. وكل ما شفت كل ما كان تفصيله احسن كل ما كان دقه الصوره احلى. طيب انا شلون بحل مشكله المحور خلينا الاكس، هاي الاكسيال بسموها اكسيال ريزوليوشن، او الطول هي الطوليه مو العرضيه، الليترال العرضيه. الطوليه او الاكسيال شلون بحلها؟ قال انا شوف هي الموجه اذا كانت طويله الموجه شو بساوي؟ بشوفون كتله واحده. إذا الموجة قصيرة تشوفها هي، يعني أنا بدي أقصر الموجة، يعني هدول التنتين الموجة بدي تشوفها وتمشي تشوفها واحدة، شلون؟ شلون بقصر الموجة؟ قصرت الموجة. شلون بقصر الموجة؟ قصرت له، يعني أنت عم تقول قصر الموجة، قصرت له خلص. وتقصر الموجة عم تقول زيد تردد، زيد تردد يعني شو عم تقولوا؟ أنت بتقولوا وزيد تردد شو بتقولوا؟ أنتوا بتقولوا إنه الدقة أحسن. بس هي فمشان ما نحفظها، لأن بيجي واحد بيحفظ لك إنه احفظوا هذه قاعدة، لا لا تحفظ هذه قاعدة. فما أنت تنكتلتين بعض جنب بعضه، بدك تبعت أمواج، أمواج صغر الموجة تطلع واضحة، وهي كل ما صغرت الموجة عليت التردد، انتهت القصة. طيب هلا العرضية، هلا العرضية طيب ما هون ما في تردد، شو بدنا نسوي بالعرضية؟ قال في شيء اسمه فوكس تمام؟ فوكس هذا شلون بيتحقق؟ فوكس يعني أنا إنه أقرب الأمواج، الأمواج عم تطلع من الكريستالات، أنا بقربهم بين بعضهم بركزهم، شلون بركزهم؟ قال نحن وقت كنا صغار بالمدرسة قال بتروح بدك تحرق ورقة، شو بتساوي؟ بتحط مكبر بتفوكس، يعني الشمس نفسها بتحط مكبر بتحطها على ورقة بتحرق الورقة، سبحان الله. طب شلون كمان كانت تحرق الورقة؟ قال لأنه أنت ركزت هي بمكان معين. طب هذا الحكي نفسه هون مساوي، وتركز الطاقة كلها بمكان معين فشوف الأمواج بشكل أحسن. فأنا عندي كتلتين هون لاحظين، هاي الأمواج طالعة من هون، شايفين شلون طالعة أمواج من هون؟ فأنا هدول وقت طالع الموجه من هون كلها شافت هدول التنتين كتله وحده، ليش؟ لانه ما فرق بيناتهم. انا شو بساوي هون؟ بتنزل لتحت دائت، والدائت صار شوف هي موجه لحال وهي موجه لحال. طب شلون هلا هون مو واضح، هلا بورجيكم شلون هي، هلا بورجيكم فيديو انه شلون انه الامواج هي بتتحرك تمشي هون يمين يسار عم شلون؟ فبتمسح هيك بتمسح بالنص بعدين تروح على اليسار على اليسار. فانا وتمسح هون اخذت هي الكتله، بعدين بالنص بعدين اخذت على اليسار اخذت عاد الكتله فطلع الصور تمام؟ فهون طلع معنا الموجتين مع بعض. بعد لاحظوا بحقل البعيد راح كمان راح الريزولوشن. فانا اي كتله بدي دقق عليها بلعب شيء اسمه الفوكس مشان اقدر اخذ تفاصيل اكثر. فهي الدقه الجانبيه، الدقه الجانبيه دائما بتعتمد على طول البروب، من طول البروب هي بتبلش بعدين بتتفوكس. طبعا الفوكس في لها ثلاث انواع حنحكي عنهم بالتفصيل. لاحظوا هنا عندي كتلتين جنب بعض لحتى اشوف هون هي فانتوم، فانا الفوكس تبعي لازم ادققه مشان اشوف الكتل. هون بتلاقي تضعف الكتلة، هون شايف عم ركز الفوكس فين شوفه. طب هي بالصورة هون وين الفوكس؟ وين محطوط الفوكس؟ حدا بيبين معه؟ تحت يعني شايف هي النقطة؟ هي السهم المثلث الصغير، هذا هو مكان الفوكس تمام؟ طبعا احيانا انا فيني بالصورة نفسها اعمل منطقتين ثلاث مناطق اربع مناطق فوكسي تمام؟ فهي بتعطينا ريزوليوشن كامل للصورة بس بيأثر على شيء اسمه فريم ريت هنحكي عنه. هاي صورة ثانية إذا بتشوف هدول ثلاث كتل جنب بعضهم تمام؟ فلازم زي شاهد زي فوكسي عامله هون هو عشان تقدر تشوفي هي الكتل جنب بعضهم. على بروب بخطي هذا. طيب في عندي شغلة الإيفاليوشن هي هي اللي هي سماكة الكريستالي
بسموه سلايس ثيكنس، اللي هي سمكه الكريستالي، كل ما كانت اضب كل ما اصغر كل ما كانت احسن، بتاثر على بتعطي فوكس زون احسن. معناتها نحن عندنا مثل ما قلنا نير فيلد، بعدين بتنتشر البيم، البيم نحن احسن منطقه هي على الفوكس زون. هلا انواع الدقه مثل ما حكينا، شو قلنا؟ دقه طوليه، دقه طوليه اكسيال، الدقه الثانيه عرضيه، عرضيه بعدين ضمن السلايس هي الايفالويشن. هي هلا في نوع ثالث الكونتراست، يعني رابع خلينا نقول. معناتها عندنا اذا بدنا نعرف انواع الدقه اربع انواع، طول خي اكسيال وليترال وايفالويشن والكونتراست. كونتراست شو هو الكونتراست؟ تباين، تمام. طب شو عم يقول هو عنه؟ شلون يعني الدقه؟ قال دقه التباين بين خلينا نقول اللي بتعبر عن اللي بسموه شيد اوف جراي، يعني اطياف شو الامواج الرماديه. يعني انا الصوره عندي معبر عنها اطياف رماديه، فدقه تبعي الصوره قديش بقدر اعبر عن كل كتله بالطيف تبع المناسب، تمام. لانه احيانا انا عندي تدرج الطاقه اللي جايه اكثر من 256 فبتضيع الصوره، او اقل بدي اعرف شلون اوزعها. عشان هيك في عندنا زر اسمه جرين ماب، جرين ماب هذا لازم استخدمه مشان اعطي ريزولوشن، العب ريزولوشن تاع الصوره. ايفالويشن اي هو سمك الكريستالي، كل ما كان ادق تعطيك ريزولوشن اعلى. طيب في مرجع ثاني رجعت عليه، قال لا انواع الدقه 1 2 3 4 5. هلا الاكسيال عرفناها، الليترال عرفناها، الاليفيشن عرفناها. هلا في عندنا تمبرال وفي عندنا سبيشال. سبيشال هي نفسها تقريبا، خلينا نقول هي الكونتراست، لا الليترال الليترال تمام. هلا التمبرال شو هي؟ هي الفريم ريت. فالفريم ريت عم يعتبروه نوع من انواع الدقه، وسبيشال هي المكانيه اللي بيحدد بيميز انتومي على انتومي، تمام. هو دمج بين الليترال والاكسيال. فاذا اخر مرجع ريتو اللي هو تفصيلي خليه اكثر واحد، انه معتبر الدقه هن خمس انواع، هن ثلاثه تاع المحاور ثلاثه، وعندنا السبيشال اللي هي الاثنين مع بعض، وعندنا الدقه الزمانيه اللي هي التمبرال اللي هي الفريم ريت، تمام. الدقه الزمانيه اذا بدي احسنها شو بساوي؟ شلون معلي فريم ريت بالصوره؟ ما حالكم، ما حالكم، ما حالكم، خلص تاخرتوا راحت الاجابه. مفاهيم هي فوت برينت. شو الفوت برينت؟ فوت برينت هي خلينا نقول المكان اللي فيه مثل عدسه، يعني وين العدسه موجوده هو اللي، او خلينا نقول هو مكان سطح التلامس بين المبدل والجسم الانسان، هي اسمه فوت برينت. الاكوستيك ويندو اللي هي النافذه الصوتيه، انا عندي فوت برينت، يعني فوت برينت انا بغيرها بكبرها، او انا كمصمم للبرو بكبرها بصغرها حسب انا عندي، اذا عندي نافذه صوتيه ولا اذا عندي نافذه صوتيه لازم بصغر الفوت برينت حصرا، تمام. اذا ما عندي نافذه صوتيه بكبرها حسب انا شو بدي. فهون مثلا هون فيني هون ضمن النسيج الصوره في عندي اليافوخ في عندي القلب، فبصغرها حسب شو بدي اسوي. هلا طبعا الاكوستيك ويندو مثل ما قلنا حسب نحن شو عم نصور، فبتختلف من مكان لمكان. هلا في مصطلحات حتمر عليكم اذا بتقروا كتب ايكو بالانجليزي. شو هي مصطلحات؟ هيمو جينيوس. شو عندك؟ تجانس. طب شو بيهمني التجانس؟ ليش انا بيهمني انه تكون متجانسه؟ هلا في بعض هي بتجانس قارن نبض الصدر وزاد الصدر. قارنة هيك رأيكم؟ مثلاً لأنه أي نسيج لازم يكون متجانس لك هو طبيعي إذا كان. بس في نقطة مهمة حنحكي عليها وتحكي على تي جي سي. أنا تي جي سي هدفه إنه يساوي شيء اسمه متجانس. هلا برجع بحكي لكم عليها، بس إنه أنا معناتها أنا هدفي بالصورة اللي طالعة لازم تكون متجانسة. ليش؟ لأنه أنا تشخيصي إذا أي شيء مو متجانس معناتها في جزء يكون مرضي. فانا اذا لازم يكون جهاز تبعي يعطيني صوره متجانسه، ومصيبه اذا جهاز عم يعطيني صوره مو متجانسه وما عندي مرض، يعني بتعمل له عمليه بيطلع ما في شيء المريض بيقول خطا الدكتور بيطلع من الجهاز. طيب في عندنا هايبو ايكويك. شو هو؟ اللي هو ناقصه الصدى، سمعني يعني بعد ما، تمام. في هايبر ايكويك اللي هو بيجي عاليه الصدى،
في ايزوكويك خلينا الرمادي بالزمن، في انكويك بيكون اسود. فهدول هن المصطلحات اللي بجوز تمر معكم بال بالكتب مثلا، بس عشان هي مثلا هون عالي الصدى مثل هون هايبركويك، هون انكويك اللي هو اسود، فهي التصنيف انا حطيتها بس عشان تعرفوا شو اللي هي. في ريفلكتر هون بيعطي عاكس بيسموه. فحسب كل مرجع شو عم هي نفس المفاهيم بس حطيتها بخلي اقول بصور مختلفه. تمام، هي بعض الامثله هون حسب اذا هون حاطط فانتوم شلون الصوره لازم تكون بالفانتوم. انه كويك طلع سودا بتطلع، احيانا بيعطي هدول الشادو، هذا بنحكي عنه شو تفصيله. المساقط بيهمني المساقط ولازم احط بروب شلون ما بدي. طب البروب بالعاده اذا انت مريض على يمينك حاطه وهي في له ماركه البروب صح ولا ما له ماركه؟ شان شو الماركه؟ عشان اعرف جهته. تمام، فانا الماركر لازم وتحط البروب اذا بهي حطه باتجاه راسه ولا باتجاه رجليه اذا طولي البروب لفوق راسه باتجاه راسه واذا كان علني. تمام، فاذا بدي هي ترانسفيرس بسموه عرضي بحط احد اشكال التصوير، باخذ مسقط عرضي تمام وبعدين باخذ مسقط طولي سجيتال بسموه، في عندي كورونا. فثلاث مساقط اللي انتم بتعرفوها بالطبقي نفس الشيء موجوده احنا عندنا بالايكو. الكورونا بتخدم الجنب مثل ما تصور كليه، اللون السيجيتال او السهمي بتاخده بالنص كمان ودي يصور مثلا كبد، يصور مراره، الترانسفيرس لا اول ترانسفيرس للمراره احلى لسه تطلع. تمام، فنحن انا بحدد وين ما بدي يعني هدول المساقط ثلاثه لحتى اخذ احسن وضعيه للعضو اللي تصوره. تمام، طبعا بيعطيني ها بقى في عندي ليفت ورايت، في عندي انسي ووحشي حسب انا شو بدي، وامامي خلفي فحسب انا شو المقطع اللي عم صوره. بس انا مثل هون وقت عم صور هون انا فعم بيصور عندي البطن وبيطلع البطن مقطع عرضي وعندي يمين ويسار، بعكس اذا كان هون هون بيجي كمان مقطع طولي بس بيطلع راس ورجلين. تمام، هيك بسموها. او كورونال بيطلع انا امام وخلف يعني انسي ووحشي. هاي المساقط انا بس حطيت هاي المساقط بس عشان اذا مرقوا معكم تكون معكم يعني عندكم خلفيه عنها او شلون بقدر اصور وشو قريب وشو يعني انسي وشو يعني وحشي، فحطيتها بكل التفاصيل عشان تكون واضحه بالنسبه لكم. طبعا وين الماركر موجود؟ ماركر موجود على البروب صح؟ الماركر هذا موجود على البروب. طب موجود على الجهاز؟ طبعا لازم يكون موجود، مش عارف انا اليمين هون فبيطلع هون مثل هي فيليبس بحطوها بي فيليبس او بحطوها اشاره ثانيه، اي علامه ميز لك اليمين يسار مشان انت تعرف ليه هي كل هالقصه، مشان انت وتحط الصوره تعرف وين راسها وين رجليها. يعني انت خصوصا وين اللي مصور جنين ما بدي بلش اخذ صوره، ما بدي اذا بدي ارفع لفوق بعرف انه بده يوصل على الراس ولا بده ينزل لتحت يوصل على رجلين، ما بدي اعرف وين بده يروح. تمام، فكل مقطع لازم تعرف وين انت عم تروح مشان تعرف شو بدك تصور. تمام، هون مثلا حاخذ الصوره وشلون لازم اخذ الماركر كمان هذا المقطع العرضي. هلا في نقطة كثير مهمة هي أشكال الحزمة. شو هي أشكال الحزمة؟ نحن وقت حكينا امبارح وحكيتوا امبارحة قلتوا الكريستالي بتعطي أمواج دائرية. تمام؟ هالدائرية نحن حطينا وراها خلينا نقول في مخمدات فما عطلت دائرية صارت نص دائرة. تمام؟ فإذا عندي كريستالي هنا بتطلع هيك كريستال وحدة، إذا كريستالتين بيطلعوا هيك. إذا عدة كريستالات بيعطينا هالمنظر، شايفين؟ إنه هي من هون بتطلع تتشكل الموجة. بيطلع تشكيل موجه كامله. تمام؟ طيب انا بدي اعمل سالته اليوم الصبح المقعره، شو هي المقعره؟ شايف هالتقعير هي هذا بيعطيني في اسمه فوكس. فهذا الفوكس شو هذا؟ فوكس هذا ثابت. هذا يسموه فوكس باعتماد على توضع الكريستالات. تمام؟ وهون كمان فوكس ثابت. هلا انا نفسه هو كان يحطوا له محرك كمان في يدوروا فينا نغير مكان الفوكس. طلعوا طريقه ثانيه انه يشتغل شيء الكتروني. باعتبار عندي هي ففيني غير مكان الفوكس بشو بنوع اليسارة، ففيني يصير اول شيء 2 3 4 7 8 شايفين شلون غير مكان اليسارة، او فيني احرك الكريستالات. فهي الشغلات موجوده عندنا باشكال الموجه. فمن هون انا بتشكل الموجه تبعي بس يعني يكون تصور عندكم واضح لتشكيل الموجه. شلون بتتوضد الصوره؟ مثل ما حكينا نحط برو تفوت على الامواج تول هي بتنعكس بتطلع عندي الصوره بعد ما عالجتها. شفناها الفيديو قبل شوي.
طيب هلا في عندي نقطة أساسية، شو هي؟ أنا حتى أعرف إنه لازم يرسم هون نقطة سوداء وهون نقطة بيضاء، شلون بيعرف الجهاز؟ حسب الصدى. طيب العائد. طيب أنا هون شو عرفني إنه بهاي النقطة هون بهاي المكان لازم نحط نقطة بيضاء أو هون؟ قال شو بعد ما يبعث شرطين، شرطين عندي المحور هون لحتى أعرف إنه بهذا السطر بهذا عمود اللي حدد لي إياه الكريستالي، يعني هو شو عرفه إنه بهاي المكان الكريستالي، فهي الخط الكريستالي وهي خط كريستالي، هي الكريستالي شايفه هاد فبتعطيني رسمة لهاد، فكريستالي بترسم خط واحد، كل كريستالي بترسم لي خط، مجموعة الكريستالات هي بتعطيني الصورة الثنائية بعد، فأنا كل كريستالي شو بتعطيني صورة واحدة بعد بتعطيني الخط واحد، خط صدى واحد، تمام؟ عدة خطوط الصدى تجمعيهم مع بعض شو بيعطينا صورة، تمام؟ فأنا لحتى أعرف أنا إنه بهذا السطر شو عبي لازم أخذ اسمع من هاي الكريستالي بس، ما اسمع من كريستالي ثانية. طيب طب انا شو عرفنا احنا هذا المحور، عرفنا محور شو هو مثلا، خلينا محور الاكس لانه هو هذا الاكس، عرفنا انه اكس 2 سم 2. طيب انا الواي شو بدي اعبيها؟ اعبي الصوره بالواي بدي اعرف الزمن، فالزمن تبعي هون مثلا بعد 2 ثانية اجتني شده، قد ايش شده برسمه؟ طب شو يعني شده؟ هل هو الشده، خلي شويه خلافات هلا شوي، هل هو الشدة عدد النبضات أو عدد الموجات العائدة ولا المطار؟ والمطار أنا أقول عدد هو المطار، هو واحد العدد هو المطار، مش عم تريح حاسب خلصت القصة، مش عم تريح حاسكم خلصت أنا ما بحب الخلافات، واحد الأم كله اتفقوا. شو الفكرة؟ أنا عندي أمواج عم تصطدم، انا الكريستالي بدها تجي عندها بعد 3 ثانيه بدها تستقبل موجه، بعد 3 ثانيه بتستقبل موجه، شو هي الموجه اللي جاي بتقراها وبتطلع معها بترسمها، فوتجي هي بتكون جاي عده امواج بتتراكب مع بعضها بتعطي موج صدر موجه واحد بتصطدم بالكريستالي، هي الكريستالي بتقراها وتجي عده امواج، هي اجى موج طبعا طبعا كله يعني هي على طريقه وتعكس بعكس عده امواج بس هم بيجذبوا مع بعض، فكل مكان اللي اكثر. فالدكتور زاهر ذيك المره حكى ما بتعد ما بتعد لا هي بتجي موجه واحده هن خلص يعني هي يعني هن تراكوا هلا الدكتور زاهر حكى المره الماضيه مرحله في تراكب هالدامغية هلا الامواج هن وقت عم يفوت دخلوا مع بعض هن وقت رايحين عم يتداخلوا وراجعين عم يتداخلوا وقت عم يتداخلوا هن راجعين بيجتمعوا مع بعض موجه واحده وقت يصطدموا بالكريستال بتصطدموا واحده يعني بالثانية 1.1 طلعت موجة، بواحد 1.2 طلعت موجة ثانية، فبيرسم صدر ثاني هو، فكل ثانية عم يصطدم، فالموجة اللي عم تصطدم بهاللحظة هي مجموعة أمواج، مجموعة هي تدخل بالأخير اصطدمت تعطتني صوت، قديش مطالة؟ طلع عندي مطالة عالي، مطالة واطي، هذا على مع الله أعلم، هو بيرسم، مطالة عالي بتهتز كثير تمام؟ مطالع عالي بتهتز كثير بتعطيني موجة عالية، فأنا بحسب أنا شو؟ أنا عندي السرعة عارف عندي إياها، طبعاً نرجع للمعادلة اللي قلت لكم ما هي مسافة يساوي السرعة بالزمن. أنا عندي الزمن الله أقل. عندي سؤال في زيادة، هلا عدة موجات اجتمعت مع مطالع وطي بصيرتي محصلة بتعطي مطالع عالية. مو أستاذ أستاذ زهر شرحها هي لسه. إيه أتجاه متوافق؟ خلص. تمام حكاها أستاذ زهر دكتور زهر من رواب. لازم تستفيدوا من المحاضرات الصح. لا هو تمام. فهلا نحن عندنا المسافه شو تساوي؟ المسافه شو تساوي؟ السرعه بالزمن. انا شو عندي ناقص مشغول بالنسبه لي؟ المسافه، لانه انا بدي ارسم بهون، بدي ارسم بهذا السطر الواي، بدي ارسم بهالنقطه. طيب هي النقطه شلون بدي اعرفها انه هي 2 سم؟ لحتى اعرف انه 2 سم فبدي شو بدي اشوف قديش الزمن استغرقته؟ قال استغرقت الموجه لحتى راحت ورجعت اخذت 4 ثواني. 4 ثواني. فانا برسمها وين؟ ب 2 ثواني. اي طبعا نص. ليش؟ لانه انا روحها رجعه اي فالمسافه هي نص. بس. صعبة؟ لا مو صعبة. هاتوا لي صعبة. لا سهلة. اكثر من هيك ما فيني سهلة. طيب هلا حرجع انا كمان انا ليش برجع بورجيكم فيديوهات وبدقق على نفس الفكرة؟ ليش؟ لأن بس مشان ترسخ الفكرة عنده. نرجع لنفس الفيديو اللي حكينا عنه انه انا عم اخذ صوره مقطعيه لانه في ناس ما عم يتخيل شلون البروب عم ياخذ صوره فمش هيك ما بيعرف يقلب البروب هيك ولا هيك لا انت عم تاخذ مثل اخذ سكينه عم تقص هيك
طب وقت عم تقص هيك عم تطلع من هون، يعني انا هون على الدماغ عم اقص هيك كانه عم يطلع من هون، مو عم يقص هيك كانه عم يطلع من هون، تمام؟ فوقت عم اصور الكليه انا بدي اعرف شلون بدي اخذ مقطع طولي ولا عرضي، بيجي بيقول لك لا هيك لازم اخذه، اذا انا فهمان تشريح وعرفان شلون عم بقطع لازم اعيه، مثل اخذ سكينه بده يقص التفاحه بيقصها بيعرف شلون بيقصها وشلون بيقصها، قال بيقصها من طرفه وقال ما بيت البزره معه، الله يخلي لي اياك يعني بس حطه بالنص، شلون؟ فنفس الشيء الكليه بتعرف هيك ولا هيك؟ تمام؟ فلازم تعرف شلون بيكون مو دكتور. هو اذا ما بيعرف كليه ودكتور، شلون؟ فهي الفكره تبع الامواج الصوتيه، فبس لازم نعرف انه نحن بتعكس على حدود الفاصله ونعرف شلون عم ياخذ، شايف شلون هون هيك جاي فقصت الكليه تلعب على الصوره بهالشكل. ليش هون ابيض؟ لانه انعكاسه عالي، ليش هون ابيض؟ لانه انعكاسه عالي، ليش هون هي؟ لانه انعكاسه اقل وهيك تلعب على الصوره. تمام؟ هي تشكيل الصوره. طيب هلا ليش قلت لكم انا بشوي لاحظتوا وقت قلت لكم انه مثلا عندي كتلتين جنب بعضهم فلازم هي اخذت موجه وهي موجه لانه هون في بتهتز. طيب هي شو هي اللي عم يهتز؟ شو هذا عم يتحرك؟ الموجه؟ لا الموجه لا تتحرك. من هذا الذي يتحرك هنا ويدور؟ هذا بيعرف انه هيك عم يهز. هذا في هذا الشيء عم يتحرك شو هو؟ الكريستالات. الكريستالات. طيب هو شو قصة بتعرف شو قصة الكريستالات؟ وانا ما حدا حكى لكم اياها قبل هذا مرة قصة الكريستالات. اي بس شو قصتها هي؟ حدا عنده فكرة؟ الكريستالات شو قصتها؟ ليش نقطة؟ ايه كريستال يعني لا لا شو قصة الكريستال؟ الكريستالات شلون صاروا صورة ربعية صورة صورة واحدة تبعد وصورة هاي تبعد وصورة هاي تبعد وصورة هاي تبعد. قال قصتها على الشكل التالي. الله يحدد لنا فكرة مشهورة. هي حنحكي هلا بس احكي لك قصة الكريستالات بتبينها. قال شو هو؟ عندنا كريستال حلو؟ هي الكريستال تطلع على الموجة بتعطي خط واحد، مهم؟ كل كريستال اتفق على خط. قال طلع معنا شو اسمه النمط؟ ايموت. لا حول ولا قوة الا بالله، بدنا بيموت. راحوا والله حكوا مع الناس فكروا شو هي، قال ان خط واحد بتعطينا كريستال واحد. طب انا بدي كذا خط شو بيساوي؟ قال اخذ الكريستال بايده، لا انا ما فكرت ما معي مصاري بعد اذنك، انت معك مصاري. فقال بمسك بايدي الكريستال وبحركها. ايوه. كانت هون، حركتها لهون اخذ الصوره، حركتها لهون اخذ حركتها. بس ايدي بطيئه ما بمشي حال. عندي رفيق انا بشتغل محركات، قلت له حط محرك على الكريستال وخليها تهز. مثل هون. فهو محرك الكريستال ركبت على المحرك وخليتها تهز. ممتاز. شو صار عندي؟ محرك عم يهز الكريستالات، صار الكريستال تتحرك من مكان لمكان. هل تحرك من مكان لمكان صار هي تبعت جمعت الخطوط جمعته طلع معي صوره ثنائيه. هلا دكتور محمد ما صار قال لا انا بشتري كريستالات ما بدي محرك، حطوا الكريستالات جمعته شو سووا؟ ايه بدل ما حط محرك حطوا الكريستالات هي او سووا بروب الكتروني. هلا بروب اسمه ميكانيكي، وهذا اذا بشوفوا بروبات القديمه كان فيها زيت فميكانيكي. قال لا والله حطوا الكريستالات جمعته شو طلع عنا؟ بروب الكتروني سموه مصفوفة. ليش مصفوفة؟ قال لأنه صفين الكريستالات جنب بعضهم. مش هيك سموه أري، مو بسموه لينير أري، هي لينير أري. إنه عدة كريستالات جنب بعضها صفيناها جنب بعضهم. يا حبيبي. طيب بعدين صفيناها جنب بعضهم طلع معنا الصورة وخلصنا من القصة. فكل خط طلع معنا صورة وخلصت هي. تذكر كريستال. طيب هدول اللي هي قال حطيناها على المحرك. رجعنا عليه لأنه معهم هي نفس الكريستال مو مصفوفة حطيناها على المحرك شو صار معي؟ كان صورة ثنائية حطيناها على المحرك شو صار؟ ثلاثية. ثلاثية. صحيح اي فشو صار معنا؟ ثلاثية الأبعاد. هي هي تشكيلة الثلاثية. شلون شكلت ثلاثية الأبعاد؟ حطيت المحرك الثنائي. محرك الثنائي شو أعطاني؟ ثلاثية. رباعي. هلا إجا الدكتور محمد قال لي معي مصاري. لك حرام. قال لي حاط كريستالات جنب بعضهم. بدل ما حط محرك حط مصفوف الكريستال جنب بعضه صار ماتريكس بسموه. تمام؟ بدل الري صارت ماتريكس، صار عندي بروب الكتروني رباعي. بدون محرك هذا الشيء. بدون محرك. هذا بس يعني اصلا تخيل حق شو سبعة من بريك البروب واحد. باتجاه مين؟ الحق جهازك. يعني باتجاه مين؟ باتجاه العلاج. هلا حشوف صور تمام؟ فهي الفكرة. فأنا لحتى آخذ الريال تايم لازم يكون محرك سريع، بيعطينا خطوط مع بعضه، بدمجهم مع بعضه الجهاز بيطلع لي الصورة. بس بناء الصورة عبارة عن مجموعة خطوط. هذا الخط اسمه line density. انت بتقول line density حكى الدكتور عليها امبارح. line density سماكة الخط هذا. فكل ما كان عندي خطوط أكثر كل ما عندي الصورة أحلى. تمام؟ ليش تفصيل أكثر؟ طيب
خطوط اقل. يعني انا مثلا هاي الصوره رسمتها بخطين ما بتطلع بعرج عرج، تمام؟ رسمتها بالخمسين خط بتطلع احلى، 100 خط احلى. بس ولكن اذا زادت قطعه الخطوط بتعتمد على شو؟ على عدد الكريستالات. فلازم عدد الكريستالات اعلى، واذا زادت عدد الكريستالات وما زادت خطوط فان الفريم ريت سيقل. ليش؟ لانه انت صار بدي بتعالج اكثر، تمام؟ واضح القصه لهون؟ واضح ماشي مو؟ طيب بعض. طيب هل المستوى ممكن يعني اذا المعالج تحسن المعالج ممكن المشكله مو مشكله هي 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 انت عندك معالج كل ما كان زاد المعالج هلا النقلبيه معالج اعلى فالفريم ريت انت في فريم لا هلا مشكله الفريم ريت ما حكي لك اياها هلا جاي بعد شوي. طيب هلا في تفاعل بين الامواج والفوق الصوتي والنسيج، شو هو التفاعل؟ كيف يتفاعل الامواج الفوق الصوتي والنسيج؟ برافو انعكاس. وكيف لا يعني احد التفاعل هو انعكس امتصاص الشغله الثالثه انكسار تبعصر تخميد. هلا هو هون بالمرجع هذا الثلاثه تبعصر وانعكاس وانكسار وتخميد لم يقل غير ذلك. لماذا ما اعرف هيك كاتب. طيب هون عرض التخميد اخذ من لا موجود التخميد موجود شو دامج اول تخميد هو امتصاص يعني طيب خلينا نشوف العظم شو بيساوي عكس برا ما بيطلع شيء صح اوكي. طيب المثانه بتمرق مثل هالعالم ما بتمرق الكبد كمان بيمرق بس المثانه بتمرق وما بتعكس ليش؟ لانه قلنا امبارحه السائل شو قلنا امبارحه بيمرق وما بيعكس وين؟ بحب اكثر بيمرق عم تابع معك انت فهيك كمان. طيب حنشوف هلا التفاعل، حنشوف فيديوهات عن التفاعل ليش عشان توضح فكره التفاعل. انا بدي تخميد، شو يعني تخميد؟ هات نشوف شو يعني تخميد. هي برو اوبزرفيشن كان الساوند عامل لك ويف بتضعف اوفر ديستانس. شو يعني؟ يعني انه كل لحظه قويه اللون قوي كل ما مشيتي اكثر بتتخمد 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 بتضطس بتروح على 10 سم كان بعد 10 سم بتروح تمام. طيب فهو ناتج عن شو؟ التخميد. فالتخميد او الامتصاص شو بساوي؟ بيروح لي الصوره. عشان هيك لاحظوا هون صوره راحت الصوره إيه. شو بساوي انا هو شو عم يقول لك هون؟ بروح على التي جي سي وبعدل فيه. هلا تي جي سي شو سويت؟ رفعت هون فعليتها. طب شو هو التي جي سي؟ بس معلش هلا قلت انه هلا هو نسيج بنهايه الصوره صارت سوداء. طيب ليش وصلنا لعند الحجاب وسطعه الصوره؟ لانه استنى انعكس ايه لا الانعكاس لا لا انت شوف الفكره احنا قلنا الانعكاس على الحدود الفاصله صح؟ الفاصله لا الحد الفاصله هون بهالمنطقه النسيج ما في حدود فاصله قويه في نسيج طبعا. بس انت ماشي ضعفت الموجه هلا ضعفت فانت صار ما عاد الصدر منعكس عنا ما عاد صار هلا وتوصلت هي مكمله هي هلا مكمله هي لوصلت على الحجر مكمله بشو؟ بموجه الموجة نفسها إيه؟ اللي طلعت من البروب طبعا نفسها طبعا نفسها بس إيه بس هي وصلت لهالمرحلة وصلت لهون وصلت لهون مثلا خلينا نقول هي كانت 100% وصلت لهون 80% طب هذا وصلت يعني رايح منها 80% بقى 20% ال 20% اذا هون ما في انعكاس قوي تمام انعكاس بسيط ما بتصل تمام اما هون او بتصل مثلا خلينا نقول اتصل لازم هي يكون جهه مثلا 1 فولت بس اتصل اذا هي عم تصل ربع فولت ربع فولت ما بشوفها شلون او عم شوفها كثير خفيفه طب انا شايفها كثير خفيفه شلون بقويها هي الربع فولت بروح بشيء بساوي شيء اسمه تي جي سي في شيء اسمه مضخم بالكهرباء نحن بالكهرباء بيضخم الموجه كثير صغيره بيضخمها بتصير كثير كبيره بتعطي بايض بس تي جي سي ما في انه يبني صوره ولا شيء لا في شيء لحتى يبنى عليه هي كيف هي كيف بعملها شلون تي جي سي بيطبقه ما بقول لك انا بعرف الجهاز بس شو الاليه اليه بلاقي شيء اسود بحطه بلاقي شيء اسود بالصوره برفع الجهاز بعرف
أمان ترفع الجيم أمان أمان الجيم والجيم تي جي سي سي بس سوي جهاز كيف عم يسوي الشيء جهاز شعره هو جهاز انت هذا الزر عم تحركه ايه هذا الزر بيقول لك انه انت بالثانية عشرة ايه الفرق ازيد الجين تبعه بس كيف يسويها؟ لا 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 انت فمانا عرفت تسوي جهاز كيف شو عم بيعمل لي حتى ما بيعمل شيء بس هي الموجة عم تجي بالثانية عشرة عم يضخم بس تضخيم يسوي تضخيم تضخيم نعم إذا تضخيم الموجة تضخيم الموجة لك شو هو الجين شو هو الجين الجين تضخيم هو مضخم مضخم عمليات تضخيم ربح بيجي وين مضخم عمليات نحن بالكهرباء إيش اسمه مضخم عمليات الجين دائما مرتبط معه فأنت وتضخم يعني بترفع الإشارة فمش إشارة تكون مثلا بطالة واحد قوية إشارة يعني مثلا مثلا عم ضخم صوتي برفعه هون الصوت بالليل أنا بدون هذا ما في صوت شلون ضخمه هاي التضخيم فهي قصته هي فهلا هون مثلا هون انعكاس هلا هون في عندك شيء اسمه نير فيلد وفار فيلد هلا فار فيلد كل ما بعدت كل ما كان الريتيرن ايكو الويف راجعه اضعف وابطا تمام هون كل ما كان هي اقرب تكون افضل تمام فبتعطينا القوه احسن هي ريفليكشن اوبزرفشن اللي هو خلينا الامتصاص والانعكاس طبعا هون عامل لك من غاز لسائل او من عظم او بعظم العظم بيجي ممانع عالي بتعمل بلوك تروح الاشاره اما اللي هون اذا غاز لسائل هون بتعطيني لو اكوستيك كوفيشنت بتعطي بتسمح للموجه تمشي والله ايش الاشاره اللي حاطينها هون وين السام شو هذا طالع ده على اليسار هون هون ايش هون شو عم بيجيك انه هون في سواد في سواد هون شو طيب انعكاس كل شغل نحن انعكاس صح ولا غلط لا مزبوط يعني جهاز كله انعكاس بلا انعكاس بلا جهاز اللي هو ليكم شلون بيعكس نرجع نفس الفيديو اللي وجدتكم اياه اللي تالي قبل مشان نحفز معكم انه الموجه بتعطي بتجي موجه بتنعكس عن خلينا نقول الكليه بتعمل ريفليكشن تمام وامتصاص طبعا مو تبي كل شيء بينعكس يعني اذا 100% جزء منه بينعكس وجاي هلا هون كل شيء بينعكس هون بيعطي صواب لحظي بيعطي صواب لانه كومبليتلي ريفليكشن انعكاس كامل تمام بسموه انعكاس قوي حتى بعض المراجع بيقول لك هارد ريفليكشن مش هيك بيعطيك هون نقص ولا في عندنا هون بعض الانزله هي على الدم وعلى السائل في تبعصر فبيحط لك هون على الوعاء انا بشوف شلون هو التبعصر شايفين شلون تبعثرت وعمل سكاترينج لانه السيرفيس ايريجولار مو متزن ومنه يجيني عندي شيء اسمه سبيكلز هذا شلون بتغلب عليه في شيء اسمه سبيكر ريدكشن رح نحكي عنه بعد شوي التوصيل الصوتي شو هو التوصيل الصوتي انه انا بدي مشان حكينا مثل عن شوي مشان ما الهواء ما يضوي على الصوت بحط شيء اسمه طبقه توفيق ممانعه ألا وهي الجل الموت على الشعر طب هل سؤال انتو باعتبار الأطباء جل إيكو بتختار عن جل التخطيط جل التخطيط مرات عم استعمله نفسه لا حول ما هي الله معرفة توفروا شعر بيشتغل كل شيء على كل شيء أنا عم أجود بالموجود ما في جل ليش في عندك إيكو في جل طبعا جل إيكو في عندك هذا اللي بشرشين في بتعرفوا الجل اللي بشرشين لولو أزرق بيجي سائل وفي جيل بيجي قاسي تمام قوام الجيل كثير بيفرق معنا وبيستعجل الصوره كثير بيستعجل الصوره في دكاتره ما بتقدر تقول لك والله بدي الجيل شو بدي والله بدي شو بدي شو التركيب الكيميائي تبعه عمليا شو بيفرق يعني عمليا شو بيفرق هو قوله ناقليه تمام هلا الفكره تبع الاي سي جي فيه شوارد ليش هلا في هنيك اشاره كهربائيه ففيه شوارد فبده ينقل شو شارد بده تنقل مشان تنقل الكهرباء اما انت بالايكو ما بده لازم يكون خالي الشوارد تمام فما لازم يكون مثل ما هي وجل الوطني نستبعده باللي بعض الشركات لانه الحمد لله عم ينزع العدسه تبع البروب وعم يعمل شغلات انا بشوف انه شو عم بيعمل بس الحمد لله عم يشتغل هلا بينزعوا عم يشتغل تردد حكينا عن التردد بس هي كل ما كان الكريستالات اصغر تمام تهتز اسرع تولد تردد اعلى
مثل ما قلتون هون فريكوانسي هاي فما بيخترق الجدار، هون عم يخترق الجدار. ليش؟ لأنه هون تردد عالي ما بيخترق، طول موجة صغير، طول موجة كبير بيخترق. فهي نفس الفكرة عم نرجع نأكد عليها مشان هي. فحتى يكون تردد مرتفع بيخمد وبتوصل جاي كريستالات أصغر مثل ما هلا شايفين التردد، هي المطال تبع الموجة، هي السايكل والويفلينكس. تمام؟ طب نرجع لفكرة الوتر والجيتار، شلون انه كل ما كان أرق كل ما كان تردد أعلى.